كل العالم يقول بأن دول مجلس التعاون الخليجي من أغنى الدول، لكن حقيقة الوضع السكاني والإسكاني والشباب خاصة لا يشي بهذا الغنى. الثروة اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي ترى متكدسة في جيل ما 60 وفوق أو ما 50 وفوق، أما جمهور الشباب فتعوي في صحراء الإسفلت الخليجي بلا مأوى ولا ثروة ولا أمل. ولذلك نحن نحتاج إعادة النظر في توزيع الثروة. توزيع الثروة لا يمكن أن يتم، يا حميدي وأنت مسؤول إن شاء الله نشوفك في المجلس، توزيع الثروة لا يمكن أن يتم إلا بإعادة النظر في هيكلية الحكم. الحكم لا ينتبه لسوء توزيع الثروة إلا إذا قلت له من أين لك هذا، عندها سينتبه أن هناك مشكلة في توزيع الثروة. لذلك قطاع غفير من شبابنا يسكنون الآن بالإيجار وبالاستئجار وبالهذا. وهذا أمر لا يقبله أبدا أي منصف، أي منصف. الشيء الثالث والخطير، المشكلة الثالثة والخطيرة بعد الطغيان السياسي وسوء توزيع الثروة، الاحتلال الأجنبي. طرحنا هذا الشريط الممتد من الكويت إلى السلطنة يخضع للاحتلال الأجنبي. بمعنى شنو؟ بمعنى أن القرار الاستراتيجي في هذا الشريط النفطي ليس لأبناء الخليج والجزيرة، إنما هو للولايات المتحدة وللمجموعة الأوروبية. وما يدور الآن في دبي خطير جدا. أكو حركة استيطانية غربية في دبي. يعني الحين لما تمشي في الشارع في دبي الطق العربي بالدربيل، صح ولا لا؟ يا ما تشوفه، وإذا شفته لازم تتعرف عليه وتسلم عليه. ليش؟ لأن الشارع كله يا عماني يا انجليزي يا امريكي يا اوكراني يا روسي، يا كل اجانب. وهؤلاء اصبحت عندهم مظله قانونيه يا الحميدي باعتبارك محامي، لهم حق التملك وحق الاقامه الدائمه وحق المتاجره وحق التجاره الى اخره. ترى هذول يا جماعه اذا اكثروا مع الوقت وبالتقادم يصبح لهم حق تقرير المصير حسب ميثاق الأمم المتحدة، مثل ما حصل في سنغافورة. سنغافورة ترى كانت جزء من ماليزيا، سنغافورة كانت جزء من دولة إسلامية اسمها ماليزيا. الإنجليز لما شافوا أنهم راح يطلعون منها كثفوا الهجرة الصينية العمالية، وبعدين وزوهم وقالوا لهم طالبوا الأمم المتحدة بحق تقرير المصير. جت الأمم المتحدة وأرسلوا موفد وقالت لهم أنتوا تبون تظلون في إطار ماليزيا ولا تبون تنفصلون عن ماليزيا؟
فقالوا في استفتاء رسمي نبي ننفصل عن ماليزيا، وقد كان سنة 65 1965 توها، وصارت في دولة اسمها سنغافورة ويرأسها لي كوان يو، هذا دارس معاي في نفس الجامعة في نفس الكلية. يا رعكم ما صار رئيس زارنا هناك في انجلترا، اقول له مبروك صرت دولة، قال من غباكم يا مسلمين، من غباكم، فهمت كيف؟ لي كوان يو هذا اول رئيس لسنغافورة. انا لا استغرب اذا حصل شيء من هذا في دبي، ترى دبي ممكن بعد 10 سنوات 15 سنة يصيرون الاجانب اكثرية. ديك السنة انا ادرس في جامعة العين، قاعد اصلي في مسجد في ابو ظبي، واحد سيكي لابس عمته ولحيته وزع علينا ورقه، انا ظنيت هذا عنده قراج ولا يبينا نشتري منه تواير ولا يصلح سيارات ولا يصلح كنديشات، وخذيت الورقه وما ادري ايش الورقه، صفطها وحطها بجيبي قبل اركب السياره، فتشيت الورقه قريت ولا هجوم على الاسلام وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام. اوه هذا شلون واقف على باب المسجد يوزع الورقه انه انتم بربر وبرابره وانتم اجلاف يا مسلمين، وسياتي اليوم اللي نكنسكم من الجغرافيا والتاريخ فناديت شباب وقلبوه، ونادينا الامن، ولا الامن مسكين غايب ما يدري عن السالفه، قال ايش عندكم؟ قلنا هذا شوفوه هذا خذوه. يعني هذا عندما تبلغ به الجراه أن يقف عند باب مسجد ويوزع منشور بهالصورة، هذا دليل شنو؟ دليل أنه الأجانب صار عندهم، الأجانب غير العرب أقصد، أنا لا أعتبر العربي أجنبي، أنا أعتبر الغير عربي هو الأجنبي. فمسكوه ما أدري شنو صار له، بس ذيك السنة أيضا طالبوا بمحاكم خاصة في دبي. فهذا كله يؤدي في النهاية إلى أنه في يوم من الأيام ستفاجئنا الولايات المتحدة برعاية استفتاء تقوم به الأمم المتحدة في دبي، هل تبون تظلون جزء من الإمارات ولا تبون تنفصلون؟ بيقول الألماني والإنجليزي والأمريكي واللي استقروا وصار عندهم في خور دبي بيت ومصلحة ودكاكين وتجارة، سيقولون لا نبي ننفصل، بعدين تنشأ دولة إسرائيل في قلب الجزيرة العربية على مرمى حجر من بلاد الحرمين. أنا ذيك السنة راكب الطيارة، أنا شخصيا راكب الطيارة من مطار دبي، عفوا من الكويت رايح الى مطار دبي، وفي الطياره هي واحد شاب من طلبتي الاماراتيين سلم عليه عرفني، وانا حبيت اسلم عليك لان انت مدرسني، ومعه شاب اشقر دقيق طويل، فقال لي هذا صديقي، قلت له شو اسمك انت؟ قال لي انا اسمي شنو، قال جون كيمشي، اسم العائلة كيمشي. قلت له كيمشي؟ هذا الاسم أنا قاري كيمشي كيمشي، أنت شنو سيرك ديفيد كيمشي؟ قال ديفيد كيمشي أبوي، هل تدرون من ديفيد كيمشي؟ مدير العام للموساد الإسرائيلي. موساد يعني مو صايح إسرائيلي، يعني موساد، موساد يعني المخابرات الخارجية الإسرائيلية. أنت رايح دبي؟ قال إيه. شو تسوي في دبي؟ قال أنا عندي 3 دكاكين.
أبيع موبايلات صناعة إسرائيلية في دبي وطقعسي على الدكان، يعني كل من يجي ويشتري ويبيع وهذا بضاعتي توصل وتدخل وتطلع وهذا. طبعا هذا هذا هذه معلومات من هنا وهناك، لكن لما تتابعها وتضعها في نسيج واحد تدرسها يعني هذه تؤدي الى نتائج خطيره يا جماعه. فموضوع الاستيطان الغربي في شريط النفط هذا ينبغي ان نعيد النظر يا الحميدي فيه، ولابد من تشريعات تحصن الكويت من الاستيطان الاجنبي، واقصد بالاجنبي الغير عربي.